هذا اليوم هو عرس لجميع أصدقاء المريض، حيث تجري الانتخابات كل سنتين إلى ثلاث سنوات. نزلت على الانتخابات قائمة باسم كتلة الشهيد ياسر عرفات، وقائمة ثانية الكتلة المهنية، ومرشح مستقل. الحمد لله، هو فعلا عرس فلسطيني، أجواء الانتخابات مريحة، والمرشحون موجودون، والهيئة العامة لها كل الشكر في هذا اليوم. ورغم أنه يوم عطلة إلا أنهم مصرون على أن يأتوا لإدلاء بأصواتهم حتى يحافظوا على هذه الجمعية بمن يروه مناسبا. والله أنا لم أتوقع هذا الزخم وهذا الاهتمام الزايد بالجمعية، يعني هذا دليل على أنه الحمد لله الوعي الجماهيري أصبح يعني وصل إلى مرحلة مطمئنة جدا. وأمل إن شاء الله أنه أن يعني تخرج هيئة إدارية تستطيع أن تتحمل الأمانة وأن تكمل يعني ما بدأت فيه يعني الهيئات الإدارية السابقة. يعني كما تعلم نحن أسسنا هذه الجمعية في عام 1986، يعني استمرينا لغاية سنة 99 رئاسة الجمعية، وأقمنا هذا المبنى اللي أنتم شايفينه، والحمد لله سلمناها للهيئة الإدارية اللي كانت موجودة بمفاتيحها، يعني بكل أجهزتها بكل شيء. وإن شاء الله هاي يعني بشوف إنه أي هيئة إدارية قادمة يجب أن تخطو نفس الخطوات اللي إحنا مشينا عليها في الأول لاستمرار المسير إن شاء الله. الهدف الأساسي من ترشيحي خدمة الوطن ورعاية المواطنين، وإنه نطور الخدمة اللي منقدمها للمرضى، وبتمنى بهذا اليوم إنه يمشي بشكل سليم، والترشيح يكون يعني إن شاء الله لصالح الجميع. تجري الانتخابات بصورة يعني جيدة وصورة مشرفة، يسودها جو من الديمقراطية بين كافة الفئات أو الكتل الموجودة أو المرشحين أنفسهم، وحتى الهيئة العامة يعني متفاعلة مع الانتخابات وفي إقبال جيد. لغاية الآن لم يشوب الانتخابات أي حادثة تذكر.